أذكر قصة في سدير قصيرة شايب عندنا، قال الشاب توه صغير وفيها عن الصدقة وما يعرفه، قال يا ولدي ورا ما تزرع نخل أهلك، ورا ما تزرع نخل أهلك، ما فيها نخل، أرض يزرعون فيها العيش، والوسم جاي زي الأيام هذه، إذا جاء المطر بدأوا يزرعون، ما يزرعون لين تسيل الأرض، أسهلهم للضريب المساحي. قال والله أنا ودي أزرع لكن ما عندي سواني، قالت شارك أنا وياك السواني علي. يا سلام. جهزوا الأرض من يوم جسيل ولا السواني مولمها، السواني المحالة والحبال والناقة، هذه السواني اللي يسنون عليها والغرب يستخرجون منها الماء. ازرعوا ويوفقهم الله ويصير زرعهم طيب، يصير زرعهم طيب ونيتهم زينة. يوم حصدوا خلصوا، كوم قسمه والعيش، الشاب مكوم من عيشه والشايب مكوم من عيشه، ولا الشايب شاف الشاب رايح أبعد، قام خذ صاعين من عيشه الشايب حطه على عيش الشاب. يا سلام. قال هذا شاب مزبل على الدنيا وغثاها، خله يتوسع بهالصاعين، ولا راح الشايب ناظر الشاب ولا الشايب رايح، خذ صاعين وحطها. قال هالشايب قدامه غثها الدنيا وتبير لا يتعب في هالدنيا ويعطي الصاعين، لا انقص من عيش هذا شيء ولا هذا، ولكن حصلوا الأجر. هذا رمز من رموز الصداقة والرفقة. في قصيدة اللي طبعا بعضهم يكون علاقة الواحد بسبب مثلا الوظيفة، إذا كان موظف صار مع علاقة وله رتبة ولا له منصب عسكري صار له علاقة مع طيبة، وإذا انتهت خلاص أطلقه. فأنا عندي قصيدة، أبيات من قصيدة أقول فيها الرفقة ما هي للرتبة، الرفقة ما هي للرتبة، تفسخها مثل القلايد ولا ثوب يمضي عمره يرمونه لأصبح طرايد، الرفقة السامن معناها ما فيها كذب وما فيها كذب ونقايد، والناس أجناس مختلفة والصامل وقت الشدايد. في أحد يكون صديقك في وظيفك ورتبك ويستمر معك في الموضوع هذا.